طيب معانا اتصال، معانا الاستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا حبيب الشيخ. وانت طيب يا حبيبي وبخير، اتفضل. لو سمحت، انت انا بيجي لي احلام على طول ان انا رحت، ان انا بجيب فلوس بالفعل، بيجي لي فلوس بالفعل، حد بيقابلني بيجي لي فلوس. انت حلمان، انت بتحلم على طول باستمرار ان في حد بيديك فلوس؟ ايوه ايوه. طب تمام. بلاقي الرزق يعني بتساعد، بلاقي فلوس، الشغل بتاعي بتساعد، بلاقي في فلوس انا سواها. يا عم محمود انت انا مش سامعك كويس برضو. بتقابل يعني بيديني فلوس بالسهل، بيديني فلوس بالسهل. يعني انت بتمشي تلاقي فلوس وفي حد بيديك فلوس في المنام. اه اللي بتعامل معاهم، اللي بشتغل معاهم مثلا، ممكن يكون حقي مثلا 1000 الاقي لي اديني 2000 3 بيديني فلوس زياده يعني. تمام، بس انت بتبقى عارف عددهم في المنام. ايوه فهمت. الحمد لله. اتفضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كده خلص؟ انا هي تسهيل الاهلي انا بجيب بليج بسهوله. لا ما سمعتش الجزء الاخراني. بقول لك بلاقي تسهيل الرزق بالسهل، في المنام بلاقي تسهيل الرزق بالسهل. يعني واحد ليه عنده 1000 جنيه الاقيه مديني 2 3. في الشغل بتاعي مثلا مقدر ب 500 جنيه الاقيه 2000 3000. ما بعرفش ان انا ارجعهم كده يعني. يعني انت بتشوف في المنام ان في حد بيديك 1000، بيديك 2، بيديك 3، وبتشوف بتلاقي فلوس برضو في المنام. تمام. وبتعرف عددهم في المنام. اه بس انا بحاول ارجعهم، مش بعرف ارجعهم. بتعرف ترجعهم؟ مش بعرف ارجعهم. انا طب عايز ضمير بحاول ارجعهم. ما بتعرفش ترجعهم لمين يا استاذ محمود؟ بضعف حضرتك، بضعف ان انا ارجعهم. حضرتك لا مش سامعك والله. بقول لك يا فندم انا طب عايز ارجعهم عشان بقولوا ان هم حرام مثلا او كده، هم مش رزقي. بلاقي نفسي ان انا ضعفت قدامهم، وبلاقي نفسي ان انا خلاص مش راجع. اه يعني انت في حد بيديك فلوس وبتعرف عددهم وبتلاقي فلوس وبتقول لا دول مش بتوعي ومش من حقي وحرام وعايز ترجعهم، ما بتعرفش ترجعهم، صح كده؟ اه نفسي طبعا. انت بتشتغل ايه يا استاذ محمود؟ انا بشتغل سواق على العربيه نجم. بتشتغل سواق على عربيه؟ اه على عربيه نقل. تمام كده؟ تمام كده. طيب تمام. حالتك الماديه الفتره اللي فاتت او اليومين دول ممكن تكون شدت شويه عليك؟ لا والله انا مثلا بيبقى لي عند حضرتك مثلا 500 جنيه، انا شغال معاك بودي لك حاجه، بيبقى لي 500 جنيه مديني الفلوس، بعد ما سيبك تمشي بروح اعد الفلوس مثلا بقى 2000. لا مش سامعك والله. الشبكه واقعه عندك خالص. طيب انقطع الاتصال. طب بس هفصل لك على اللي انا سمعته وقدرت ان انا اعرفه، ان انت بتمشي في الطريق بتلاقي فلوس او حد بيجي يديك فلوس وبتعرف عددها. من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الحالم او صاحب المنام ان هو يشوف في المنام ان هو بيلاقي فلوس او حد بيديله فلوس وبيعرف عددهم. الجميل هنا ان انا بعرف عددهم، فالحمد لله رب العالمين، ده خير قادم ليا بيجي لي في الطريق. انما المكروه او المتعب اللي دايما بيسبب لي مشاكل او بعض القلق او بعض التعب، ان انا ماخد فلوس من حد او يبقى معايا فلوس ما اعرفش عددها، دي تبقى مشكله. ليه؟ لان بتعب، صرفت كذا فباجي اشوف الباقي، طب انا معايا قد ايه، طب انا صرفت قد ايه، فبحتار فبتعب فبيحصل لي بعض الهموم والنكد، فده جزئيه مش كويسه ان انا ما اعرفش عدد الفلوس. انما لما اعرف عدد الفلوس فبيبقى خير جاي في الطريق، بركه جايه في الطريق. طيب انت بتقول ان انت خايف تاخد الفلوس او حاسس ان هي مش من حقك، فده دليل على ان انت انسان محترم، دليل على ان انت انسان بتخاف ربنا قوي قوي قوي. يعني كل ما بيجي لك قرش بتعرف هو جاي منين، هل هو حلال ولا حرام. وشكلك ما بتحبش تدخل على بيتك ولا على اهلك قرش حرام. فانا بقول لك يا استاذ محمود ان انت عشان تلاقي فلوس او حد يديك فلوس في المنام وتعرف عددها، انا ببشرك بخير ان شاء الله، وان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك برزق قادم في الطريق، والله اعلى واعلم. طيب احنا